الإسلام في البداية، وبرحب بكل مشاهدينا وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة لفريق النادي الأهلي، الأهلي وصن داونز على استاد برج العرب في تمام السادسة مساء بحضور 30 ألف مشجع. النادي الأهلي يدخل هذه المباراة بأكثر من شعار، طبعا الشعار الأول وهو بذل أقصى مجهود لهذه المباراة وتحقيق مباراة تليق بمكانة النادي الأهلي، مكانته التاريخية في مختلف البطولات الإفريقية. النادي الأهلي مكانه الطبيعي وأسلوبه وأدائه وأيضا كمان قيمة النادي الأهلي، كل الأمور دي بنتمنى النهاردة أن لعيبة النادي الأهلي تستعيدها من جديد، تستعيد شخصية النادي الأهلي، روح الفانيلا الحمراء. مهم جدا إن شاء الله النهاردة كل اللعيبة تكون مركزة، وأيضا كمان مهم يكون يومنا زي ما يمكن كلمت معاك كابتن إسلام أمس في الكواليس الخاصة بفريق النادي الأهلي. ظروف كانت كلها خارج الخدمه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، الكل كان يعني نقدر نقول اوت اوف فورم بالنسبه للمباراه الاولى. بنتمنى النهارده كل الظروف والعوامل وجمهور النادي الاهلي ارضيه الملعب التوفيق كمان يكون مع لاعبينا في هذه المباراه ايا كانت النتيجه، وده امر مهم جدا طبعا، وده الوعي الكبير من جمهور النادي الاهلي. ايا كانت النتيجه لابد ان احنا نحيي لاعبتنا، نحيي الجهاز الفني، المسانده مطلوبه، لسه المشوار طويل. مش معنى خروج النادي الاهلي من بطوله او يعني اخفاقه بعدد كبير من الاهداف في مباراه الامر ينتهي. النادي الاهلي كالعاده قيمته في مكانه الطبيعي، مكانه في البطولات، المركز الاول في كل البطولات. النادي الاهلي سيظل ويبقى هو مصدر السعاده لكل جماهير مصر وليس جمهور النادي الاهلي فقط. اتذكر معاك واذكر الساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي بالقائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي التي ضمت 21 لاعب على راسهم الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حسام عاشور، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمد هاني، محمود وحيد، حمدي فتحي، علي معلول، عمرو السوليه، ناصر ماهر، مروان محسن، ورمضان صبحي، حسين الشحات، وليد ازارو، صلاح محسن، محمد شريف، وجونيور اجاي. 21 لاعب جاهزين فنيا بدنيا ذهنيا ايضا كمان لهذه المباراه، لكن كالعاده يتبقى ان احنا لعيبه الغايبه عن المباراه، وايضا كمان خلاص يمكن نقدر نقول بعد مباراه سان داونز باذن الله عدد كبير جدا من اللعيبه الغايبه سواء اللي بتاهل، اللعيبه اللي راجعه خلال الايام الماضيه من التاهيل يكونوا متواجدين مع فريق النادي الاهلي. نتكلم طبعا على وليد سليمان، شريف اكرامي، سعد سمير، اسلام محارب، حمودي كريم، ندبد، وهشام محمد. ده يمكن الغيابات الخاصه بالنادي الاهلي في هذه المباراه، لكن الكل مركز يا كابتن اسلام. مستر مارتن يعني امس بعد العشاء كان في محاضره فنيه مهمه، اتفرجوا على بعض كمان الفيديوهات التحفيزيه، وده امر مهم جدا لمستر مارتن. الراجل طبعا عامل تاثير الجمهور الكبير اللي اكيد هنروح له طبعا ونتكلم عليه، وهو جمهور النادي الاهلي اقدر اقول لك من الساعه 12 الظهر و11 الصبح متواجدين امام استاد برج العرب. وعي كبير ورساله مهمه جدا يا كابتن اسلام من جمهورنا لعبتنا والجهاز الفني، متواجدين كالعاده على قلب رجل واحد، الكل النهارده باذن الله هيساند من اول دقيقه لاخر دقيقه. يبقى التوفيق ان شاء الله مع فريق النادي الاهلي، اللي بنتمنى ان احنا النهارده نشاهد مباراه جيده تليق باسم النادي الاهلي. باذن الله يكون المكسب من نصيبنا، وعندنا امل، متمسكين بالامل رغم ضعف الامل، لكن متمسكين بالامل كعاده النادي الاهلي ومجهوده الكبير وشخصيه البطل المعروفه عن النادي الاهلي. لحظات بسيطة جدا طبعا، وكالعادة نكون متواجدين في استاد برج العرب، تشكيل النادي الأهلي، تشكيل صن داونز، حضور الجماهيري كلها إن شاء الله كابتن إسلام تكون من خلالك ومن خلال ملعب الأهلي. عودة ليك يا كابتن إسلام.